قيل للإمام الجواد عليه السلام: إن قوما من مخالفيكم يزعمون أن أباك إنما سماه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عاده. فقال عليه السلام: كذبوا، بل الله تبارك وتعالى سماه الرضا لأنه كان رضا لله عز وجل في سمائه، ورضا لرسوله والأئمة بعده صلوات الله عليهم في أرضه. فقيل له: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضا لله عز وجل ولرسوله والأئمة من بعده عليهم السلام؟ فقال: بلى. فقيل: فلما سمي أبوك عليه السلام من بينهم الرضا؟ قال: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليه السلام، فلذلك سمي من بينهم الرضا عليه السلام.